صباح الخير مشاهدينا وحياكم الله في يوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الصباحي واليومي برنامج في الضحى. إن شاء الله رح يكون بانتظاري وانتظاركم مجموعة من الفقرات الثابتة والفقرات اللي دائما تكون متغيرة مع وجود الضيوف والشخصيات اللي ضيفون الكثير للبرنامج. صباح الخير مشاهدينا، صباح الخير أبو عبد الرحمن. صباح النور حنين، وصباح الخير مشاهدينا ومتابعين شاشة تلفزيون قطر، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج في الضحى. مثل ما عودناكم كل يوم ندردش ونتكلم بموضوع خفيف، موضوع ممكن أن تستفيدون منه أو حتى لا تأخذون منه الفائدة القليلة. فاليوم اخترنا لكم موضوع التصنع، لأن نشوف كثير من الناس يأخذون من شخصيات الآخرين عشان يتقمصون أدوارهم أو بالأحرى يقلدونهم، فهالشيء يسمى هذا الشخص بأنه متصنع، والتصنع آفة ينبذها المجتمع. فالمتصنع يكره أنه يتقمص من شخصيته أو من ذاته، فيتعلق كل حياته بكلام الناس اللي حوله القريبين منه وأصحابه، لكن ما يعرف هذا الشخص أنه يطيح في دوامة راح تتعبه في المستقبل، وهي دوامة التصنع. فيصير هالشخص غير قادر على أن يكون الشخص نفسه اللي مثلا شخصيته الطبيعية، شخص يعني ما يكون على طبيعته، فيصير تابع حق اللي يشوفونه الناس أو اللي يفهمونه، فتصبح حياته فقط من أجل غيره وليست من أجله، بتقمصه لأدوار ليست له. وحتى إن كانت هذه الأدوار بسيطة فهذا له تأثير كبير على شخصيته، فيصير شخص غير قادر على توازن نفسه. نعم، إحنا قاعدين نتكلم إذن على التصنع. التصنع مرض لا يجعل الشخص بكامل شخصيته، بل يجعله شخصاً آخر من أجل أن يفهم أو حتى أن يرى الناس أو الذين حوله أنه شخص مثالي أو ذو مكانة. فكم منا عاش ببساطته وابتعد عن التصنع، عاش مرتاح كثير. يعني في بعض الأشخاص يمكن يمرون بمراحل معينة فيتغير ويغير من شخصيته إلى شخصية أخرى لم تكن بها، أو حتى بالأحرى لم يفعل ذلك من قبل، فقط من أجل أن يظهر الناس بتصويره ببرامج يمكن تواصل بأنه شخص مختلف، فقط في حياته، فقط عند مواقع التواصل الاجتماعي. فيصبح مرض التصنع مؤثرا فيه ولا يقدر أن يكتسب شخصيته السابقة بسبب التأثر السلبي بالأشخاص والمواقع. احنا قاعدين نتكلم عن التصنع كذلك، يعني الواحد قام يشوف ويتأثر بمنصات التواصل الاجتماعي او يظهر نفس ما قلت لكم بصوره وبشخصيه مش نفس ما هو في الواقع. اكيد، يعني عشان هالشيء يعني يشوف بعض خبراء النفس ان للتصنع عده اسباب نفسيه، يعني ناجمه عن احساس ممكن المتصنع بانه يعني اكبر شأنا من الاخرين، وقد يكون هذا المتصنع شخص يشعر بالنقص فيهرب من شخصيته الى شخصيه ثانيه او نوع من الطبائع السلوكيه عشان يندمج بشكل ممكن انه يظنه افضل. وهناك اسباب مرضيه، يعني قد تكون مرتبطه بخلل عقلي. ممكن سلبيات التصنع انه يجعل المصاب بهذه الافه يبدو غير طبيعي، ويفقد التصنع صاحبه وايد من الاشياء الجميله، اهمها انه يفقد نفسه اللي يكتشف بعد ما يرجع مثلا الى طبيعته انها جوهره ما كان يعرف قيمتها. فعشان هالشيء التصنع منبوذة ونقدر نقول آفة على المجتمع. يعني هناك يمكن يذهب إلى التصنع علاج يلخص في خطوات خمسة، أولها حسن الاختيار، ثانيها الممارسة العملية، بداية بالثقة في النفس، والخطوة الثالثة الاهتمام ببرامج التنمية والعمل لامتلاك المهارات والخبرات، وتتمثل الخطوة الرابعة في توريث الخبرات والشغل النفسي بتعليم الآخرين. أما الخطوة الخامسة فالاحتراس من كلمات وأفكار تعكس الشعور بالتهاون والتخاذل. فالتصنع احنا ما نتكلم انه والله أنا أمشي وأقلد صورة شخص أو أسلوب شخص، وإنما هو كذلك يدخل التصنع في أنك تعيش حياة مو بحياتك، تلبس ثوب مو ثوبك. يعني في ناس يقول لك والله عندي وعندي 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 وبالأخير وما عنده ولا شيء. في ناس تظهر على منصات التواصل الاجتماعي بحياة مختلفة، حتى في المشاعر أحيانا يكون في تصنع. يعني نشوف أنه يمكن يظهرون فقط، يعني حتى الناس لما يتابعونهم يقولون ما شاء الله حياتهم كلها سعادة كلها راحة، أنتم ما تعرفون شنو اللي قاعد يصير خلف الشاشات الهواتف. احنا نحمد الله على النعمه اللي موجوده عندنا، الاهم من هذا كله ان احنا ما نلبس ثوب مو ثوبنا، ما نتصنع. احيانا حتى الواحد يوصل لمرحله انه ينكر اصله، ينكر فصله، ينكر معيشته، ينكر مستوى لسبب انه هو تصنع، عاش في دور في وهم وهو مش فيه. وهذه من الاشياء اللي جدا فعلا اكرهها، ان الواحد يتصنع، ان الواحد ترى مصير الواحد في يوم من الايام ينصاد. مصيره في يوم من الايام راح ينكشف،
فالواحد لا ينكر طينته، لا ينكر أصله، لا ينكر فصله، لا ينكر معيشته. كون فخور، كون معتز، كون ممتن. في قصص سمعناها مثلا في أشخاص مثلا أهلهم كانت حالتهم المعيشية قد تكون بسيطة، ولكن كافحوا علشان يكون عندهم عيال بمستويات كبيرة بمناصب عالية، ويوم عيالهم صاروا بمناصب عالية للأسف يعني يمكن شاهدناهم مش نكروا بس أصلهم، نكروا أهلهم نفسهم. فيعني إحنا ما نبي نوصل لهذه المرحلة، بالعكس اعتز بجهدك بتعبك باللي أنت وصلت له باللي أنت حققت له. مش حتى الاعتزاز أحيانا والافتخار ما يكون والله أن أنا يعني أحيانا يفتخرون ويعتزون بأشياء مش هم صنعوها ولا هم تعبوا للحصول عليها. اعتز وافتخر باللي أنت سويته، بالإنجاز اللي أنت حققته، مش أشياء أنت انولدت هي موجودة عندك. يعني حلو الواحد في النهاية يقول أنه يكون على طبيعته، ولا يقعد يتقمص أدوار أو يقعد يتصنع بأدوار أو شخصيات مش شخصيته. الواحد يكون على طبيعته، يعيش حياته مرتاح، حتى اللي حوله راح يثقون فيه، يأخذون كل الثقة في ما راح مثلا خلاص نقال عنه والله هذا فلان، هو يبين لي انه شخص لكن هو في النهايه يطلع شخص ثاني. فخلكم على طبيعتكم وعيشوا حياتكم. لان بالاخير كل شيء راح ينكشف وكل شيء راح يكون واضح. اذا مشاهدينا بدينا في هذا الموضوع الاول اللي هو التصنع، واكيد راح يكون عندنا مواضيع اكثر واكثر، وعندنا فقرات ثابته انتم تعودتوا عليها، من ضمنها طبعا الصحف المحليه، حيث ناخذكم في جوله على اهم واخر الاخبار والاحداث اللي تصير في دولتنا الحبيبه دوله قطر. راح نبلش في اول خبر اخترنا لكم من جريده الوطن الدوحه والريان والتعليمية مدن صحية. شهد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس حفل اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلدتي الدوحة والريان كمدينتين صحيتين، والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كمدينة تعليمية صحية، والذي نظمته وزارة الصحة العامة بالشراكة مع وزارة البلدية ومؤسسة قطر بمنطقة مشيرب. طبعا انجاز ونتمنى لهم كل التوفيق. ونروح لثاني خبر من جريده الشرق. 12 متسابق يتنافسون في المرحله الرابعه لمسابقه شاعر الجامعات الاسبوع المقبل. انطلقت امس فعاليات المرحله الثالثه من مسابقه شاعر الجامعات التي تقيمها وزاره الثقافه ممثله في مركز قطر للشعر ديوان العرب بالتعاون مع جامعه قطر، وتستهدف الشباب من الكليات المدنيه والعسكريه. واقامت اللجنه المنظمه اليوم المرحلة الثالثة في جامعة قطر، والتي تنافس خلالها 24 شاعر في فرعي المسابقة الشعر الفصيح والشعر النبطي، حيث تأهل إلى المرحلة الرابعة التي تقام يوم الاثنين 21 فبراير الجاري 6 شعراء في كل فرع. وسوف تقام لاختيار المتأهلين إلى المرحلة النهائية وتتويج 3 شعراء في المراكز الثالثة الأولى في فرعي الشعر الفصيح والشعر النبطي يوم الثلاثاء 1 مارس المقبل. طبعا نتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذه المسابقه، ودائما متعودين على ان هذه المسابقه تكون لها جمهور كبير ولها مثلا شعراء يطلعون من خلالها. نعم، اذا كان في الشرق 12 متسابق يتنافسون في المرحله الرابعه لمسابقه شاعر الجامعات الاسبوع المقبل على الجامعات. ننتقل الى الطلاب كذلك في الوسيل. طلاب دوله قطر يستعدون طبعا لأداء اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا. يشارك طلاب دولة قطر بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية ومدارس الجاليات في اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلاب بيزا، الذي يعتقد ويعقد خلال الفترة من الأول من شهر مارس المقبل وحتى 19 من أبريل 2022. نعم، هذا كان ثالث خبر. ونروح لرابع خبر من جريدة الراية. لوسيل تستضيف الافتتاحية العالمية لموتو جي بي. أعلن نادي حلبة لوسيل الرياضي عن استضافة الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدرجات النارية موتو جي بي للموسم 2022 في الفترة من 4 إلى 6 مارس المقبل تحت الأضواء الكاشفة على حلبة لوسيل الدولية في النسخة 20 على أرض قطر، في واحدة من أكثر الفعاليات إثارة في رزنامة سباقات الجائزة الكبرى للدرجات النارية موتو جي بي، حيث سيختبر المشجعون وعشاق السباقات الرياضية حدثا مليئا بالتشويق والتحدي، حيث تعد حلبة لوسيل الدولية هي الحلبة الوحيدة في العالم التي تستضيف بطولة العالم للسباقات موتو جي بي ليلا. طبعا حلبة لوسيل من الأماكن الجميلة اللي الواحد ممكن يزورها. يشوف
البطولات اللي تصير عليها سواء كانت الدراجات النارية، سباق السيارات، وشاهدنا قبل فترة كانت في بطولة الفورمولا 1 كانت في حلبة لوسيل، فاللي هاوي وعاشق للسيارات والدراجات النارية ممكن يروح للحلبة. إذن هذا كان الخبر ما قبل الأخير، والخبر الأخير راح ننتقل من جريدة الراية إلى جريدة العرب. يقول لكم بعد 15 عام مؤسسة ألمانية تطالب رجل بإعادة سنت واحد. في 28 من يناير تلقى سيركان الساكن بمدينة كولونيا رسالة من مكتب العمل جوب سنتر التابع للمدينة، طلب منه فيها سداد سنت واحد إلى خزانة الدولة. السبب في ذلك يعود إلى قبل أكثر من 15 عام، حيث كان عاطل عن العمل لفترة وجيزة بين وظيفتين وتلقى أموالا من مكتب العمل حسب ما قال الرجل البالغ من العمر 43 عام لصحيفة كولونيا إكسبريس الصادرة بكولونيا. ويبدو أنه في هذه المدة تلقى سنتا واحدا أكثر من اللازم، ما دفع الدوائر الرسمية إلى المطالبة باستعداد الفائض. يعني هذا كان آخر خبر مختلف ومتنوع من جريدة العرب، ونفس ما عودناكم دائما أخبار مختلفة ومتنوعة. مسكين ما يسوى عليه هذا السنت الواحد، بس يعني هذا كان آخر خبر عندنا، وأكيد مستمرين معكم مشاهدينا. هناك فقرات عديدة وكثيرة راح تكون بانتظارنا. راح ناخذ تقرير الحين. أكيد طبعا كل أسبوع راح ناخذ تقرير عن الزراعة واللي هاويين للزراعة والنبتات، اللي يهتمون بالنبتات راح يستفيدون من هذه الفقرة، لأن كل أسبوع راح نتعرف على نبتة جديدة. فخلونا نتابع هذا التقرير ونعرف شنو نبتة هذا الأسبوع. صباح الخير أعزائي المشاهدين، حياكم الله. مواضيع عديدة ومتنوعة في فقرة الزراعة كل أسبوع، تابعونا عشان تشوفوا كل جديد. أهلا وسهلا فيكم. موضوع فقرتنا لليوم نبات تين المطاط، أو بعض الدول بتسميه الكاوتشوكا، اللي هو فيكس إلستيكا. هو نوع من أنواع الفصيلة التوتية اللي هو موراسي، في منه حوالي 800 نوع، وموطنه الأصلي عبارة عن آسيا. هو نبات داخلي أو نبات ظل، بيعيش في المنازل، والعناية فيه سهلة جدا. أيضا ممكن نقتني في المكاتب وأماكن العمل لأنه جميل، أوراقه جذابة لامعة، وفي منه ألوان متعددة. إذا لاحظنا الأوراق عبارة عن أوراق كبيرة الحجم، لونها بين الأخضر الفاتح والأخضر الغامق، وفي منها أنواع بتكون مبرقشة. بيميزها أنها فيها أنواع منها عبارة عن أشجار بتصل لارتفاعات كبيرة، وفي أنواع عبارة عن شجيرات، وفي أنواع متسلقة. ممكن تكون أنواع مفترشة أو أنواع قائمة. العناية فيها سهلة جدا. رح نتعرف على طريقة الري ودرجات الحرارة والبيئة المناسبة للعناية بنبات تين المطاط أو فيكس إلستيكا. تابعونا. نبات الفيكس أو المطاط من النباتات اللي بتحتاج لإضاءة معتدلة وري معتدل، ما بيحب الإضاءة المباشرة عن طريق النوافذ أو عن طريق الإضاءة الصناعية. يعني الإضاءة بدها تكون معتدلة، نبتعد عن مصادر الإضاءة الساطعة لأنها ممكن تأذي النبات بشكل مباشر. بالنسبة للري، هو بيحتاج للري باستمرار، لكن نبتعد عن فترات العطش الطويلة وفترات الري المستمرة. يعني نحافظ على انتظام الري مثل هو أغلب النباتات الداخلية. كيف انتظام؟ نختار مثلاً يوم أو يومين بالأسبوع على حسب الفصل. طبعاً فصل الصيف بيحتاج فترات ري أكثر، بنعطيها مرتين بالأسبوع. في فصل الشتاء بتحتاج فترات ري أقل، يعني نعطيها مرة واحدة بالأسبوع ممكن تكفيها. وعشان نقلل ضرر تأثير المي الكثير أو المتزايد على النباتات، ممكن نتابع سطح التربة. يعني إذا كان سطح التربة رطب فهي ما رح تحتاج نعطيها ماء. ممكن أيضاً نحافظ عليها لامعة ونظيفة باستخدام
قطعة مبللة قطنية أو قماش ناعم. بس شلون طريقة التنظيف؟ ناخذ يد نضع عليها الورقة بهالطريقة للمحافظة عليها عشان ما تنكسر أو تتشقق، ونستخدم بخاخ خفيف يوجد به ماء ونمسح بهالطريقة سواء بالطبقة العلوية أو بالطبقة السفلية للنبات. ممكن أيضا نبلل القطعة قبل ونمسح فيها بهالطريقة للمحافظة على نظافة النبات من الغبار والأتربة. في شغلة ثانية دائما بنشوف في منظفات أو ملمعات نبتعد عن استخدامها ونستخدم الماء فقط، لأنه المواد اللامعة أو المنظفات ممكن تسبب انسداد لثغور أو مسامات الورقة، فممكن تسبب ذبول أو تسبب التفاف للأوراق. فإحنا هيك بنحافظ على جمال الورقة وعلى نظافتها ولمعانها، وبتظل معانا مستمرة وجميلة في المنزل أو المكتب. أما بالنسبة لتسميد النبات فمثله مثل بقية النباتات، بيحتاج للتسميد تقريباً كل أسبوعين أو مرة بالشهر. سماد عضوي متحلل بشكل كامل في الشتاء، وأيضاً السماد المتوازن المتعارف عليه اللي هو الـ MPK عيار عشرينات، اللي هو بنسميه 20-20-20، اللي هو السماد المتوازن موجود بكافة المشاتل أو مراكز بيع المواد الزراعية للمحافظة على جمال النبات واستمراريته وحيويته. بعض الأحيان بنلاحظ إصابة على النباتات أو على الأوراق عبارة عن عناكب صغيرة أو حشرات بلون أبيض. لازم نسأل المختصين ونستخدم مبيدات متخصصة بالعناكب أو الحشرات عشان نحافظ على النبات بشكل نظيف وجميل. أتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي عرضناها اليوم عن نبات فيكس إليستيكا، وتابعونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع نبات جديد ومعلومات زراعية جديدة. محبي الزرع والزراعة، نتمنى أنكم استمتعتوا بهذه الفقرة. كل أسبوع إن شاء الله راح تكون موجودة معنا نبتة جديدة وآلية جديدة في عالم الزراعة. ومستمرين معكم أكيد راح يكون معنا نفس ما قلنا لكم ضيوف وشخصيات، وراح نتحدث عن مسابقة مهمة ضمن مسابقة أخلاقنا اللي في نسختها الحالية يشارك المركز الإعلامي التابع لوزارة الثقافة بتنظيم فعالية كلكت لتحدي ذوي الإعاقة لتدريبهم على التقديم والتصوير والإعداد في المجال الإعلامي. جدير بالذكر طبعاً أن جائزة أخلاقنا تسلط الضوء على الأخلاق الشاملة التي تتفق حولها معظم الديانات والثقافات المختلفة. راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا أن نستضيف السيدة رجاء بنت سعيد سليمية، رئيس قسم الإعلام في المركز الإعلامي بوزارة الثقافة. فحياك الله معنا، سعدين بوجودك أختي رجاء. وأنا أسعد بوجودي اليوم معكم. حياك الله مرة ثانية ونقول لك صباح الخير. في البداية يعني هذه الفعالية فعالية كلاكيت التحدي، لو تعطينا نبذه عن هذه الفعاليه او هذه المسابقه، شنو هدفها؟ شنو هي بالضبط هي هذه الفعاليه واليتها؟ نعم، شارك المركز الاعلامي للشباب في مسابقه اخلاقنا برعايه الشيخه موزه بنت ناصر المسند، وقمنا بالمبادره كمركز بمبادره كلكه التحدي. هي عباره عن حزمه من الدورات التدريبيه في المجال الاعلامي لذوي الاعاقه، تحمل الطابع الإنساني. نعم. تؤهل وتدرب ذوي الإعاقة في المجال الإعلامي في عدة مجالات، طبعا اللي مثل ما ذكرتها أختي حنين، منها المجال التصوير، الإعداد وغيرها. أيضا تهدف في إخراج أو تخريج دفعة من الإعلاميين ومشاركتهم في المجتمع. جميل. نعم. طب هاي بالنسبة حق الفكرة، لفكرة فعالية كلكت واللي تواصلكم مع، يعني راح يكون في ترابط مع مسابقة أخلاق نفس ما احنا ذكرنا، لو نتكلم عن الفئات اللي تستهدفونها. طبعا احنا نستهدف جميع الفئات التي لديها ميول في المجال الإعلامي من ذوي الإعاقة.
في أعمار معينة، في شروط معينة؟ كون هذه المسابقة نقدر نقول أول مرة تقام، صحيح؟ نعم، هي المسابقة مش مسابقة أخلاقنا، أقصد فعالية كلاكيت. فعالية الكلاكيت أو كلاكيت التحدي هي فعلاً أول مرة في المركز الإعلامي للشباب. طبعاً مثل ما قلت إن هي الفئات لكل من لديه ميول في المجال الإعلامي من ذوي الإعاقة. طبعاً يشترط فقط أن يكون له شغف، عنده ميول معين في مجال معين من مجالات الإعلام. طيب، في من ضمن مراكز معينة يجب أنها تشترك معاكم، ولا هي الفعالية متاحة للجميع باستطاعة الكل أن يشارك؟ نحن من هذا المنبر نعلنها اليوم حصرياً، يمكن للجميع تشجيع أبنائهم وإخوانهم بالمشاركة عبر الرابط الذي طبعاً رح ينزل عبر حسابات المركز الإعلامي للشباب. أيضاً قمنا بمخاطبة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وفعلياً قاموا بترشيح ب41 تقريباً مشترك عندنا. أيضاً معنا مركز القطري الاجتماعي الثقافي التابع لوزارة الثقافة، وحالياً في انتظار ردهم للمشاركين. جميل، طبعاً نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أن نشوف الكل يشارك في هذه الفعالية بإذن الله تعالى. جميعاً، فالاسم كلاكيت التحدي، ليش اخترتوا اسم كلاكيت؟ يعني نعرف المشاهدين بخصوص كلاكيت. كلاكيت كلنا نعرفها، هي أداة تستخدم للمجال الإعلامي. طيب، بس الأغلب ممكن ما يعرف ما هي الأداة. هي طبعا عبارة عن خشبة. هذه الأداة ظهرت في عام 1920 تقريبا في أستراليا كأول ظهور لها. يكتب فيها اسم المخرج، المعد، رقم الحلقة، كل تفاصيل البرنامج. فهي لها ذراع، هذا الذراع يطرق يصدر صوت يطرق. احنا طرقنا هنا باب للموهوبين، نبي نشوف النور، نبي الموهوبين اللي عندهم الشغف في المجال الإعلامي من ذوي الإعاقة تظهر مواهبهم للمجتمع. ممتاز. طب نتحدث أكثر عن البرامج التدريبية والورش التي ستقدم للمشاركين. نعم، الورش التدريبية طبعاً عندنا عدة مجالات. حالياً إحنا في صدد اختيار المشاركين، لنا لجنة خاصة في اختيارهم، بعدها في راح تتبعها في مجال التعريفي في المجال الإعلامي، بعد ذلك ننطلق إلى الدورات التدريبية. عندنا دورات تدريبية في المجال الإعداد، في مجال التقديم، في مجال التصوير، ولكن كل مجال من كل المجالات له عدة دورات تدريبية، حوالي من 3 إلى 6 دورات تدريبية تقريبا. جميل، يعني احنا تكلمنا عن التسجيل، انه في رابط راح يكون للتسجيل، بس نبي نعرف شنو، هل في مثلا شروط، اشياء محددة مثلا عشان الاشخاص ينقبلون في هذه الفعالية ولا لا؟ طبعا راح نحدد كل شخصية على حسب ميولها وشغفها في هذا المجال. نعم، ولكن يحدد فقط انه يكون له على الاقل ميول في المجال الإعلامي، لأن هذا شيء مهم. أكيد أكيد. طب هل راح يكون هناك تطبيق عملي كذلك؟ أكيد، إحنا راح نبتديها بالنظري، بعدها راح يكون ميداني. ممتاز. لأن راح يصير، إحنا ما سميناها تحدي إلا فعليا فيها تحدي، فيها منافسة، يتخرج منها مجموعة من الإعلامية من ذوي الإعاقة في هالمجال. حلو، ممتاز. طب الفترة الزمنية للبرنامج التدريبي كم راح تكون؟ إحنا كمركز إعلامي لا نربط بالفترة الفترة الزمنية، عذرا. راح تكون شهر مارس وإبريل هي فترة التدريب، بعدها راح يصير عندنا الاستدامة في تطويرهم، يشاركون معنا في الفعاليات، يظهرون معنا في جميع ساحاتنا الإعلامية. بل نحن قاعد نتكلم أختي رجاء عن هذه الفعالية، فأكيد راح يكون هناك فترة زمنية لحدوثها انطلاقا من اليوم وصولا إلى فترة معينة ومحددة، صحيح؟ هي حاليا فترة التدريب راح تكون، احنا حاليا في فترة فبراير الاختيار شخصيات المشاركة، أما مارس وإبريل هي فترة التدريب. نعم، والتخريج. نعم، يعطيكم طبعا العافية، فعالية جميلة، ونتمنى التوفيق، ونتمنى أيضا اللي يشاهدونا ويتابعونا حابين أنهم يشاركون يدخلون على حساب قسم الإعلام في المركز الإعلامي يسجلون في هذه الفعالية. أكيد. طيب أخت رجاء، لو نتكلم مثلا عن الفعاليات وجهودكم من خلال الفعاليات اللي تقيمونها مثلا ودعم اخواننا ذوي الإعاقة، يعني نبي نعرف جهودكم، شنو الفعاليات مثلا اللي راح تسوونها في المستقبل، الاشياء الجديده. طبعا احنا تخصصنا في المجال الاعلامي، اليوم ابتديناها في الاعداد، في التقديم، في المحتوى، الفترات الجايه ان شاء الله ننتقل للاخراج في مجال التصوير. فعالياتنا ما راح تتوقف إن شاء الله، وبإذن الله تعالى إحنا معاهم يداً بيد،
وهذه طبعا رؤية قطر 2030 متكاتفين بإذن الله تعالى. نعم، احنا لو نتكلم الحين عن فعاليتك لك بعد ما إن شاء الله تتم هذه الفعالية، ونفس ما قلتي أن هناك إقبال عديد وهناك أرقام تقريبا قلتي لي 41 مشارك ما شاء الله، ونحن الحين في أول يوم، فأكيد إن شاء الله مع المراكز اللي ذكرتيها راح يكون هناك إقبال أكبر. أكيد المخرج النهائي بعد انتهاء هذه الفعالية وين راح يتم تبني ذوي الإعاقة؟ نعم، سؤال في مكانه، سؤال جميل جدا. نعم طبعا احنا عندنا تواصل مع الهيئات الإعلامية سواء الخاصة أو الحكومية، هذه المؤسسات راح تتطرق معنا إن شاء الله في فترة اللجان والتحكيم، وراح نختار ونشوف وين ممكن تكون مكانة هذه المخرجات والخريجين في هذا المجال، سواء معنا في المركز الإعلامي، سواء بالمواقع التواصل الاجتماعي، أم في هذه المؤسسات الخاصة والحكومية. تمام جميل، فعاليتك لك راح تكون، هل هناك مثلا بث مباشر للي مثلا حابين يستفيدون أو يتعلمون وما يقدرون يكونون متواجدين معاكم؟ لأن احنا تعرفين في زمن الحين التواصل بالضبط. الاجتماعي، فيعني كل ما كان أسهل كان أفضل، كل ما كان هناك مشاركات أكثر كان أفضل، كل ما كانت الفائدة تعم كان أفضل. أكيد بكل تأكيد، احنا حاليا في صدد بناء المواقع الإلكترونية، وإن شاء الله راح يكون في عندنا بث عبر الأونلاين. نعم، ودائما كفعالية أول مرة تقام أكيد راح يكون هناك مجموعة من المحطات اللي واحد أكيد راح يطورها وراح يغيرها في المستقبل، ولكن الأهم من هذا كله أنكم خصصتوا ذوي الإعاقة مدى أهميتهم في المجتمع، مدى أهمية وجودهم ودورهم الفعال، وفعلا هناك مواهب متعددة وكثيرة، دائما يمكن نسلط الضوء في الرياضة، في الفعاليات، في النشاطات، ولكن دورهم في الإعلام موجود، وشهدنا كثير من ذوي الإعاقة أمانة على منصات التواصل لأنه يمكن لم تتيح لهم الفرصة أن يظهرون على شاشات التلفزيون أو حتى في الإذاعة، ولكن وجدوا برزوا وتألقوا على منصات التواصل الاجتماعي بالضبط. من خلال برامج كثيرة حتى وصلوا إلى المحاورة وإلى استضافة الضيوف والتواصل مع الشخصيات بالضبط. فرسالة توجهينها لكل أم وأب يتابعونا ولازم يسعون أنهم يحققون حلم ابنهم رغم كل الصعوبات اللي احنا نواجهها او هم يواجهونها، لان دور الاهل مهم، ورساله ايضا توجهينها لذوي الاعاقه نفسهم شلون يحققون حلمهم. التحدي هي نقطه قوه لكل انسان، نتحدى بشر، نتحدى حياه، نتحدى ظروف، نتحدى ذاتنا. بالضبط، احنا احيانا نتحدى ذاتنا. المعنى الحقيقي للتحدي ان نحن نوصل للي نبي، ما يعيقنا أي شيء، ما يعيقنا صعوبات في الحياة، وعشان إحنا نمارس هذا التحدي ونرفع من مستواه لابد من شيئين: الإرادة الصلبة والنجاح والإصرار عليه. بس هذا أهم شيء عندنا في التحدي. ندعوكم بالمشاركة معنا عبر برامج التواصل الاجتماعي للمركز الإعلامي للشباب التابع لوزارة الثقافة. طبعا كلام جميل مني صراحة، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الفعالية، وإن شاء الله نشوف إخواننا بعد ما يتخرجون أو يخلصون هذه الفعالية نشوفهم سواء كانوا في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الشاشات نشوفهم يبدعون. طبعا كل الشكر لك أخت رجاء سعيد سليمية رئيس قسم الإعلام في المركز الإعلامي تابع لوزارة الثقافة، تكلمنا عن فعالية إكلاكة التحدي لذوي الإعاقة. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافيه. يعافيكم يا رب. اذا مشاهدينا مستمرين معاكم، كانت هذه اولى فقراتنا لهذا اليوم فعاليه كلاكت، نتمنى استمتعتوا فيها ونتمنى استفدتوا فيها ونتمنى انكم تشاركون فيها، لان فعلا وجود ذوي الاعاقه في المجتمع بانجازاتهم بابداعاتهم شيء مهم وشيء ضروري. خلونا نكمل معاكم اكيد، وراح نرجع ونواصل معاكم مع فقرات عديده وكثيره، ولكن بعد هذا الفاصل.
حياكم الله من جديد متابعينا، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. دائما وابدا تمثل الفنون جزء اساسي من حياه الانسان من بدايه التاريخ، وخاصه فن الرسم. فمن خلال الرسم يقوم الفنان باعاده صياغه شعوره في صوره تتجلى من خلالها موهبة الفنان، كما تمثل فنون الرسم وخاصة التشكيلي ركن هام من حياة الإنسان من نقول من زمان ومن القدم، عبر جميع مراحل تكوين الحضارات. ففنون الرسم بأنواعها بمثابة المرآة اللي تعبر عن اللي في داخل نفس الفنان. فخلونا نرحب معانا بضيفتنا الكريمة الفنانة التشكيلية لولو عبد العزيز النجار، حياك الله معانا ونقول صباح الخير. صباح النور، الله يحييكم، مشكورين. أستاذة لولو حياك الله معانا. يعني منذ الصغر بديتي بعالم الفن، بس صغيرة وايد، تقريبا كم كان عمرك؟ 4 3 سنوات؟ ما علي، لأن في ذاك الوقت يمكن على حسب الجيل اللي تربيت فيه قلة التكنولوجيا، الكمبيوترات، السوشيال ميديا، يمكن كنا نلجأ أكثر شيء للكتب. نعم. دفاتر التلوين والرسم والإقلام، يعني كانت أشياء غير الحصص التعليمية أكثر. اللي أكيد إحنا دائما نأخذها مع الأوراق ومع الألوان. صحيح. وأكيد تطور الحين، إحنا قاعد نتحدث عن فنانة تشكيلية كانت في البداية موهبة، واليوم إن شاء الله احترافية بأعمال كثيرة وجديدة. نتحدث عن طبيعة الأعمال الفنية الجديدة اللي أنجزتيها خلال الفترة الأخيرة، نتحدث عنها. جهزت أعمال حق مهرجانات، ثاني مهرجان اللي هو الأخير كان مهرجان الخيل اللي تم الانتهاء من قبل أيام قريبة. عمل تجريدي، عمل انطباعي، عمل بأسلوب حديث يصنف تحت المودرن آرت. خلطت بين أو مزجت بين مدرستين تقريبا أو ثلاث. نعم. حبيت يكون الجديد على الساحة. نعم. شو المدارس اللي دمجتي؟ دمجت المدرسة الانطباعية، كونها المدرسة اللي أنا أتبعها من ابتديت أطلع على ساحة الفن التشكيلي، وكانت هي الأسلوب الأغلب المستخدم، مع شوية إدخال بسيط لعملية الضوء تصنف تحت المدرسة التأثيرية، وتقدر تقول انتهى العمل بأسلوب فن حديث. هل تحرصين مثلاً على التنويع؟ بالضبط، لأنه الأسلوب الفن الحديث يمكن عليه إقبال في دول برا في أوروبا، ومطروح بشكل كبير، وشريحة كبيرة من الناس تحب هالنوع من أنواع الفن. حبيت أستخدم نفس الأسلوب وأطرحه هنا في بلادي، على أساس اقتطب اكثر من مشاهدين او متابعين متذوقين. نعم. للفن. مدى اهميه ان الفنان يشارك في المهرجانات والفعاليات المختلفه والمتنوعه التي تقام في الدوله؟ انا ارشح كل فنان انه ما قدر الامكان، مهما انضغط في اعمال او حتى كان مرتبط في معارض، كون انه في مهرجان على صعيد قطر، مهرجان كبير مثل مهرجان الخيل او المحامل او غيره، انا اشجع كل فنان انه هو ينضم. الاسباب عديده، اختلاف القدرات تخلي الفنان انه هو يكتسب مهارات ويتعلم من زملائه، وغير انه يدخل في ساحه فيها جمهور. نعم. يكون الرد والفيدباك صريح وواضح. نعم. وبالنسبه لك، يعني هل شاركتي في معارض او سويتي معرض خاص فيك يبرز اعمالك؟ ان شاء الله المعرض الخاص فيني راح يكون قريبا باذن الله، احب اعلن عن تفاصيله ان شاء الله في وقت الحدث. أما المعرض اللي كان بمشاركة فنانين من روسيا ودول أخرى، تم أقيمه يعني في سنة 2020 شهر 10 الماضي. جميل. لو نتكلم عن اللوحات اللي موجودة عندنا على الشاشة. بالضبط، الفن اللي أنا كنت أتكلم عنه كان فن تجريدي. الأسلوب التجريدي يعطي لمسة أن على أساس في صورة واضحة أن هذا خيل، لكن طريقة الرسم أو ضربات الفرشة هي اللي تكون معبرة أكثر. يختلف اختلاف كامل عن ما يميز الفن الواقعي. أنا أفضل هالنوع من الفن، في إبداع، في إحساس، تنوع بالألوان، الشيء اللي يخليني أنا يمتد بصلة كاملة عن شخصيتي أنا كفنانة. تمام. حلو. شلون ترين مستوى الفن التشكيلي إذن في الدولة؟
مستوى الفن التشكيلي اليوم في قطر؟ متنوع. أغلب الفنانين اللي التقيت فيهم واللي تعرفت عليهم في الفترة الماضية يميلون للفن الواقعي، وفي من فنانين من أوروبا متنوعين، في منهم من الفن التجريدي. أنا أشوف تنوع كبير، وابتدينا نسمع عن مراكز، وابتدى الفنان ياخذ وقته ويحس انه في مؤسسات ممكن قد تدعم نعم. وتنمي المهارات. نعم، يعني كل فنان مثلا نشوف له بصمه مميزه، الوان مميزه، يعني مثلا لما نشوف لوحه نعرف والله هذه اللوحه او الرسمه هذه للفنان الفلاني، فشنو اللي يميزك وشنو الالوان اللي تحبين تستعملينها في الالوان المعبره؟ الالوان اللي استخدمها الحاره في اماكن الضوء، والالوان البارده اللي استخدمها واحطها في اماكن الظل. يعني التركيبه اللي تمزج بين الوان حاره والوان بارده في نفس الوقت والتناسق ما بينها يميز اعمالي اكثر شيء وبشكل واضح وبارز. والاستخدام متعدد الأساليب مثل الأسلوب التجريدي ممزوج بالانطباعي أو التأثيري، أعتقد يمكن هاي أكثر شيء يميز أعمالي، خاصة آخر عملين اللي هو بالأسلوب المودرن آرت أو الفن الحديث. نعم، هاي بالنسبة للألوان أختي لولو، لو نتحدث بالنسبة إلى الرسالة أو الموضوعات اللي تطرحينها في أعمالك. أكثر الأشياء اللي أطرحها في أعمالي هي تعبير الرسمة نفسها واستخدام العنصر، بمعنى أنا لو بميل أني أرسم أشياء معينة أعمل دراسة قبلها، إيش الأشياء اللي بوظفها في اللوحة. لو شاركت في مهرجان دائما أتمتع أنه أنا أميز عملي بألوان مختلفة بشكل مختلف. لو ذكرنا على سبيل المثال مشاركتي في مهرجان المحامل، حبيت أبرز لوحة فنية تعبر عن محمل من المحامل لكن جاي بطريقة قريبة جدا من شعار المهرجان. نعم. يمكن كان هو الوحيد اللي جاي مقدمة محمل وبحارة جايين يعني راجعين من رحلة بحرية. جميل جميل، يعني شاركتي في مهرجان المحامل والعديد من الفعاليات ايضا اللي شاركتي فيها، لو تعرفين على الفعاليات ومدى مثلا شلون ايش كثر استفدتي من هذه الفعاليات او هذه المعارض اللي صارت، كلمينا. اول استفاده تعرفت على جمهوري واوجه لهم تحيه واشكرهم على الدعم، وكل رسائل وكل نصايح او فيدباك وصلني من عندهم. هذا أول مكسب لي. ثاني مكسب مشاركتي مع فنانين آخرين من زملائي من الوسط الفني، هذا أكثر شيء يسعدني ويسعدني وجودهم، وأتمنى أني أكون معاهم في أعمال أخرى. والمشاركة الأكبر أني أنا أتعلم في كل مرة مجال جديد، رسمة جديدة أجرب فيها ألوان أو تقنيات أخرى، ورضى الجمهور عليه. حلو، من الجميل كذلك أن نحن نشوف تبادل الخبرات والمعرفة والثقافات. صحيح. بين الشعوب، بين الفنانين، بينهم وبين بعض. صحيح. وجود احنا عندنا مراكز عديدة، عندنا مطافي، دائما حريصين كذلك على انهم يتبنون الفنانين وان يكون هناك تبادل ثقافي بين الفنانين سواء في قطر او حتى من خارج قطر. ذكرتي نقطة حلوة ان انت دائما حريصة تكونين في الفعاليات والمهرجانات لابراز عملك في التفاعل والتواصل مع الجمهور، لأن حلو أن الجمهور والفنان يتواصلون بينهم بين بعض عشان يشوفون شنو اللي يعجبهم شنو اللي ما يعجبهم. ذائقة كذلك محبينك شنو هي علشان تقدمين أعمال كذلك تكون قريبة منهم؟ كيف استغليتي السوشيال ميديا ومنصات التواصل؟ لأن كثير من الفنانين كانوا يتواصلون مع محبيهم مع جمهورهم من خلال البث المباشر، من خلال تنسيق التواصل، عرض أعمالهم كذلك خطوة بخطوة. شفنا كثير من الفنانين خطوات رسم، خطوات رحلة عمل اللوحة النهائية كنا نشوفها في البث المباشر مثلا. كيف استغليتي السوشيال ميديا البث المباشر للتواصل مع الجمهور؟ أول استخدامي للسوشيال ميديا أعتقد المفروض حسب اعتمادي على السوشيال ميديا كنت أعتمد عليه كمبدأ أساسي، أنه أنا مش بس عارض أو بريزنتر. عارض وبريزنتر أنك تعطي رأيك كأنك وصلت رسالة من عندك من طرف واحد للطرف المستجيب، لكن في نفس الوقت أنت مش عارف هل المتلقي للرسالة
راغب أو محب أو راضي ولا مش راضي. فأنا على أساس أتفاعل معه أكثر فخلف الكواليس، وأعتقد يمكن الأشخاص اللي أتواصل معهم أكيد هم عارفين من بالضبط. فأي عمل أقوم بإنجازه أو أفكر فيه كفكرة أعرضه لهم حتى لو كان على الخاص، وكخطوات ويعني بداية مناقشة وبداية، وبعدين أعطي بريك فاصل وأرجع ثاني مرة أعرض العمل ثاني مرة قبل ما ينزل. ممتاز. في البوست. الأخ فنانة التشكيلية لولو عبد العزيز النجار، يعطيك العافية، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، نتمنى لك أكيد التوفيق والمشاركة في كثير من الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية إن شاء الله. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيكم، شكرا على الاستضافة ومشكرين على الوقت. تحية حق جمهوري. يعطيك العافية. يعطيك العافية. إذا أكيد راح نستمر مع مشاهدينا. الفنون أنواع والفنون أشكال. راح ننتقل من التشكيلي إلى الموسيقى والموسيقار نصير شمع، موسيقار عراقي. خلونا نتابع شلون رجع للمسرح، رجع للساحة من خلال هذا التقرير. فنتابع التقرير ونرجع لكم. الموسيقار العراقي نصير شمع أحد رموز العود العربية، يعود إلى العراق بعد غياب دام عقوداً، وأحيا حفلاً موسيقياً كبيراً بحضور الجمهور المحب للآلات الموسيقية العراقية في العاصمة بغداد. ويريد الموسيقي العراقي العالمي نصير شمع بث الروح عبر أوتار عوده بالموسيقى العراقية التي أطفأت وميضها 40 سنة من الحروب. ويقول شمع: لدينا العود والسنطور أيضاً، نشأت هذه الآلات قبل المسيح ب2000 عام، إنها آلات موسيقية تاريخية. ولا يكتمل التخت الشرقي من دون الدف والطبلة، ليرافق الإيقاع بانسجام لا مثيل له أوتار العود الاثني عشر في ابتداع أجمل مقامات الموسيقى الشرقية. إذن ردينا لكم مشاهدينا ومستمرين معاكم، نقدر نقول وصلنا إلى نهاية فقرات برنامج في الضحى. كانت فقرات عديدة ومختلفة ومتنوعة في نفس الوقت، نفس ما عودناكم بشكل دائم. بالإضافة طبعا نقول لكم استمتعوا بالأجواء الجميلة، بالطقوس الحلوة، بالأماكن الكثيرة والعديدة اللي موجودة في دولة قطر، بين كتارة، بين سوق واقف، بين مشارب، بين أماكن مختلفة متنوعة. يعني تابعوا برنامجنا، عيشوا حياتكم، استمتعوا بالأجواء اللي موجودة. أكيد. وبعد خصوصا الفترة هذه اللي طافت قمنا نشوف أماكن سياحية كثيرة في الدوحة، لوسيل، كتارة، لا مشيرب، يعني أماكن كثيرة ممكن الواحد يعني يمكن في أماكن يزورها. هي موجودة ولكن الفعاليات التي تقام فيها أكيد. في تجدد دائم، الافتتاحات الجديدة قاعد نشوفها قاعد تقام بشكل دائم، يعني حتى لما الواحد يروح كتارة دائما راح يشهد شيء مختلف. تروحون أماكن سوق واقف بتحصلون نشاطات وفعاليات، اهتمام بالثقافة، اهتمام بالفنون، اهتمام بالنشاطات العديدة والكثيرة. فمع ظهور وتجدد النشاطات والفعاليات، وجود أماكن كثيرة، الواحد دائما هناك طبعا على فكرة حتى حسابات مخصصة لمتابعة السياحة في قطر باستطاعتكم أن أنتم تقضون اليوم، تستمتعون في اليوم بالنشاطات والفعاليات اللي تقام في أماكن عديدة. أكيد. وحتى الأماكن السياحية الرياضية خصوصا مع قدوم قرب كأس العالم 2022، نشوف الملاعب، نشوف الفعاليات الرياضية اللي قاعدة تصير في الدولة حق محبين الرياضة ممكن يحضرونها. فممكن أن في بعض الناس حابين أن يكونون مرشدين سياحيين، فخلونا نشوف كيفية تقديم طلب الحصول على رخصة مرشد سياحي في دولة قطر. فخلونا نتابع ونرجع. Thank you.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. شفنا هذا الجرافيكس او هذه النقاط اللي تخليكم تاخذون رخصة مرشد سياحي، فاللي حاب يدخل يطبق الخطوات اللي شفناها في النهاية بيكون مرشد سياحي. طبعا مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، ان شاء الله كم استمتعتوا واستفدتوا، فنشوفكم ان شاء الله بكرة نفس الموعد. مع السلامة.